الدكتور يونان كبارة، استشاري ومدرس أمراض الكبد والجهاز الهضمي والمناظير قصر العيني، عضو الجمعية الأمريكية للمناظير، عضو الجمعية الأوروبية للمناظير. أسباب كتيرة ممكن تؤدي لحدوث ارتجاع المريء، منها الشائع زي التدخين والإفراط في الكافيين وبعض الأطعمة الدسمة، ومنها وجود فتق في الحجاب الحاجز وزيادة الوزن والحمل، ومنها النوم مباشرة بعد تناول الطعام. وفي أسباب تانية ما يعرفهاش كتير من الناس، زي استعمال بعض الأدوية أو متلازمة زولينجر إليسون اللي ممكن تسبب زيادة إفراز أحماض المعدة بسبب زيادة إنتاج هرمون الجاسترين، واللي ممكن يزيد كمان بزيادة نسبة الكالسيوم في الدم. كمان وجود حصوات في المرارة ممكن يعيق تدفق المادة الصفراء للإثنى عشر، وده بيؤثر على القدرة على معادلة حمض المعدة. مهم جداً لأي شخص يعاني من أعراض ارتجاع المريء سرعة اللجوء للطبيب المختص لتشخيص السبب ودرجة الإصابة، وبالتالي الحصول على العلاج المناسب. أهلا بيكم واحدة من أهم حلقاتنا مع واحد من أهم ضيوفنا النهاردة، اسم كبير موجود في الناس الحلوة وموضوع مهم جدا. يا جماعة، الناس اللي عندها ارتجاع مريء دول بشكل عنيف مرضي، دول ناس عايشين حياة متعبة جدا جدا، وناس متألمة. وطبعا الارتجاع نفسه الجيرد جاستروسيفجير ريفلكس ديزيز أو الارتجاع ممكن يتسبب في بداية حدوث مرض مخيف جدا هو سرطان المريء. التعرض المريء باستمرار إلى حموضة المعدة لفترة طويلة بيؤدي إلى تغير في طبيعة نسيج المريء، لأنه مش مفروض المريء يتعرض إلى حموضة بشكل زي المعدة، كل حاجة لها طبيعة خاصة بالنسيج بتاعها. الأكل الغلط، الأكل الكتير بشكل مفاجئ، الأكل اللي فيه كمية من الزيوت، الأكل ثم النوم ببعديه على طول، الكحول على فكرة، كحوليات يعني الخمور والمياه الغازية الكارثية اللي الناس بتاخدها دي، كل دي من العوامل اللي تؤدي إلى حدوث الارتجاع. ظهرت في الفترة الأخيرة في السنين اللي فاتت إجراءات جراحية للتعامل مع هذا الارتجاع. طبعا الارتجاع ده مهم جدا، لازم نتعامل معاه مباشرة، لأن زي ما قلت لكم حياة الناس ممكن جدا تتأثر بهذا الارتجاع تأثرا مخيفا. النهاردة يوم مهم جدا، قيمة علمية كبيرة واسم قدير، اسم أكاديمي من طراز رفيع، واسم بنسعد جدا بكل يعني جولاته وصولاته في المنتديات العلمية وفي المؤتمرات سواء داخل أو خارج مصر. ضيف العزيز الأستاذ الدكتور يونان كبارة، استشاري والمدرس لأمراض الكبد والجهاز الهضمي بكلية طب قصر عيني، عضو الجمعية الأمريكية والأوروبية للمناظير. أهلا بيك دكتور. أهلا بيك دكتور. وحشني جدا. وحضرتك أكتر، يعني كما تقول الأغنية الجميلة، زوروني كل سنة مرة، أنا بنتظر زيارتك كل سنة مرة. ربنا يخليك. أتمنى أكتر من كده، لكن إحنا في لقاء سابق تحدثنا عن عملية الأرمة، وهي واحدة من الجراحات المميزة جدا في عالم التعرض إلى الجيرد، وكنت أنت ما شاء الله يعني واحد من الأسماء القديرة اللي بدأت تمارس هذه الجراحة في مصر. احكي لي الأول بريفلي كده إيه هي عملية الأرمة، وندخل في حلقتنا بعد كده. حاضر. هو أنا لما ظهرت حضرتك من بالضبط من سنتين، كانت لسه الأرمة يدوبك داخل مصر بقالها كام شهر، وكنت كان واضح جدا هدفنا من الحلقة ان احنا كنا عايزين نحط شويه رولز وشويه ريستريكشنز وشويه انستراكشنز، مين اللي يعمل ومين اللي ما يعملش الارمة ونسب النجاح. وكانت لسه يا دوبك وقت انا كنت فاكر لحضرتك الحالات اللي كانت معروف مصر، يعني كل واحد عمل كام حاله تعد على ايه، على صابع الايد. بعد سنتين بقى انا جاي انقل تجربتي انا، يعني مش هنقل تجربه الناس كلها في مصر، بس اتكلم على تجربتي انا مع المرضى بتوعي، مع حالات الارمه اللي مرت في خلال 24 شهر اللي فاتوا، يعني نقدر نقول يعني طريقه يعني احصائيه هنقول فيها كل حاجه عن اللي حصل في السنتين دول. ببساطه هو بس توضيح، هي الارمه اجراء غير جراحي، هي ميزتها ان هي غير جراحي لان احنا بنعملها عن طريق منظار المعده.
بس في اوضه عمليات. ممكن في اوضه عمليات وممكن كمان نعملها جوه اوضه مناظير عاديه زي منظار المعده ولكن بفتره اطول شويه وبترتيبات معينه. هي اوضه المناظير برضو اوضه معقمه اوضه بس مش لازم تكون داخل غرفه عمليات يعني بالزبط. ممكن في المستشفيات الكبيره يبقى في غرفه العمليات في مكان واوضه المناظير في مكان. فطبعا ممكن الارمن نعملها في العمليات عادي جدا زي لان هي الادوات بتاعتها ممكن تبقى في العمليات وممكن نعملها في في, في مركز مناظير او في غرفه مناظير عاديه. ببساطه قبل ما اخش بتفاصيل ايه الارمه يعني كل تفاصيلها هي اجراء يعني نشا في حوالي سنه 2014 2015 وعلى مدار السنين اللي فاتت يعني كسب شعبيه كبيره في مستوى العالم على مستوى العالم يعني واحنا عن طريق المنظار بنقدر نغلق الفت او الارتخاء يعني فتح حجاب الحاجز او ارتخاء عضله الفؤاد بطريقه هنشرحها في الحلقه ديت بنسب نجاح كان لو حضرتك تفتكر من سنتين كنت بقول من 80 ل 90% انا هتكلم عن نسب نجاح بتاع الحالات اللي انا عملتها بايدي انا هي نسبه النجاح بالظبط 85% 85 احنا برده هنتكلم بالتفصيل عنها فدي الارمه باختصار ووقتها انا برده قلت لحضرتك لو حضرتك تفتكر ان الارمه لو اللي ما قيل عليها نجح هتبقى هي يعني شبه ثوره في علاج مرضى الارتجاع فان شاء الله على مدار الحلقه نوضح كل تفاصيل الارمه باذن الله. تمام احنا بنتكلم على اجراء بالمناظير غير جراحي نعم يتعامل مع ارتجاع المريء هذه الحاله المزعجه لكل الناس بالظبط ونوضح للناس ببساطه ليه اصلا بيجي لهم اعراض في ارتجاع المريء لان برضو كانت كلمه بنقولها ببساطه ارتجاع المريء هو وجود الحمض في غير مكانه ربنا خلق حمض المعده جوه المعده فلما بسبب او باخر الحمض دوت يرجع من المعده ويرجع فوق عضله الفؤاد ويبقى موجود في المريء فيعمل الاعراض اللي هي اشهرها الحرقان والحموضه والتجشؤ والمل القيء وبعض الناس يجي لهم حاجه زي ضيق نفس وكحه يعني احنا كنا قلنا في اعراض كلاسيكيه او غير كلاسيكيه بس احنا مش هدفنا نتكلم عن ارتجاع ولكن الاعراض المشهوره منه اللي هي الحموضه والحرقان والتجشؤ والمل القيء دي اشهر الحاجات اللي بتيجي ده بسبب وجود الحمض فبالتالي انا لما اجي اعالج طبعا العلاج الدوائي هو الاساس بس خلاص المريض ما بيستجيبش على الدواء لاسباب كتير هنقولها دلوقتي فانا هدفي ان انا امنع الارتجاع ده ان او الحمض ده يرجع تاني فوق فبالتالي واحنا بندور على الاسباب بتاعه الارتجاع دايما كنا بنقول المريض يا رب يعني الاقي عندك سبب اعرف اعالجه لان في ناس ما عندهاش سبب يعني بيبقى فيش سبب خالص من اشهر الاسباب بتاعه ارتجاع المريء ان يكون المريض ده عنده حاجه اسمها ارتخاء في عضله الفؤاد او فتق في الحجاب الحاجز هو ايه ده ببساطه المريء والمعده في بينهم عضله اسمها عضله الفؤاد اللي هي بتسمح ان الاكل يعدي من المريء للمعده العضله دي ممكن مع مرور الزمن يحصل لها ارتخاء فتبقى بس مرتخيه او يتكون كمان ارتخاء ده يزيد كمان يبقى يحصل ان جزء من جدار المعده يطلع فوق كمان فيبقى اسمه فتق في حجاب الحاجز الحالتين دول مشتركين ان الصمام اللي كان بيقفل رجوع الحمض يعني الصمام ده بيعدي الاكل من فوق لتحت وبيمنع رجوع الحمض من تحت لفوق فده بهوى بالبلدي كده يعني بقى واسع فبالتالي بقت الصمام المقفول دوت مش مانع الحمض فالحمض بقى واخد راحته يطلع فوق يتمشى كل شويه يطلع فوق يتمشى فيطلع ويعمل عنده اعراض فبالتالي احنا عشان نعالجه بنقول كده من جذوره بنقفل الفتق دوت ونرجع ده لطبيعته قبل كده. طيب احنا لو عايزين نقول ايه الناس اللي ممكن نعمل لهم الارمه امتى نلجأ الى هذه بالظبط متى يكون القرار احنا نعمل التدخل مش هناخد دواء اول حاجه احنا بنجرب اول حاجه عشان برضو الناس ما تفتكرش ان احنا هنروح ارمه بعد اول يوم عندي ارتجاع هروح اعمل ارمه لا حضرتك لازم تاخد علاج دوائي على الاقل 8 اسابيع انك ما تستجيبش بعديها بتتحول الى مريض ارتجاع مريء غير مستجيب للادويه فبالتالي انت لازم ندور لك على حل فاول حل من الحلول نعمل لك منظار معده نعرف عندك ايه واحنا جوه بقى منظار المعده بنقول يا رب نلاقي لك حل يا رب نلاقي لك حل ديت منها ان احنا نلاقي عند حضرتك ارتخاء في عضله الفؤاد او عندك فتق في الحجاب الحاجز الارتخاء زي ما قلت ان العضله مرتخيه فبتخلي الحمض يرجع او الفتق في الحجاب الحاجز برضه الحمض يرجع طب هل اي حد عنده ارتخاء ينفع له ارمه نعم طب هل اي حد عنده فتق في الحجاب الحاجز ينفع له ارمه لا ليه بقى لا لان احنا عندنا فتق الحجاب الحاجز ده 3 انواع صغير ومتوسط الحجم وكبير صغير اقل من 3 سم متوسط من 3 ل 6 اكتر من 6 ده الكبير كبير الحجم لو اكتر من 6 الارمه ليس لها اي دور وده حله جراحي فقط من 3 ل 6 ايضا الارمه ليس لها اي دور وده حله جراحي فقط ولكن اقل من 3 سم يعني 3 او 2 او 1 ده ينفع معاه اجراء الارمه عشان احنا هنقدر في الوقت دوت ان احنا نقفل له الفتق دوت عن طريق التقنيه دي فبالتالي المريض ده هيخف حلو فده المريض اللي ينفع نقول له انت محتاج ارمه عشان مشكلتك تتحل انت قلت جمله دلوقتي مهمه جدا
جدا. انت قلت لو خد الدواء بياخده 8 اسابيع على الاقل. 8 اسابيع. نعم. في ناس بتاخد الدواء دوت او ادويه الارتجاع لمده سنين. بالظبط. ما هو المريض ده غالبا يا اما مكسر يروح يكشف او كشف وطلب منه منظار وخاف او ان هو حاسس ان هو كل ما بياخد الدواء بيرتاح. لكن دايما هو المريض للاسف بعد فتره بيتحول الى ان هو مدمن للادويه ديت وما يقدرش يقعد من غيرها. فاحنا بنقول له احنا عايزين نلاقي لك حل. الاقي لك حل ازاي؟ ان انا اعرف اعالجك بطريقه معينه منها اهمها الارم. طيب في اذا في حالات لا تصح لها الارم طبعا. الحالات اللي هي اصلا ما عندهاش ارتخاء عضله الفؤاد. يعني عملت له منظار ما لقيتش عنده ارتخاء عضله الفؤاد فانا مش هفيده في حاجه. عضله الفؤاد اللي هي العضله ما بين المريء والمعده. بالظبط. دي ما هو خلاص انا اصلا بعمل الارم دي عشان انا اقفل الفتق ده. يعني مثلا هو الفيديو اللي شغال دلوقتي احنا شايفين ان في ارتخاء في عضله الفؤاد وفي كمان فتق في الحجاب الحاجز. حتى هو المرضى هيشوفوا دلوقتي في زي تجويف حوالين المنظار كده. هو ده فتق الحجاب الحاجز ده تقريبا في العين ده كان حوالي 2 سم او 3 سم. المريض ده احنا عملنا له ارم وهنشوف كمان شويه نتيجته عامله ازاي. فده الفتق دوت انا محتاج اقفله. فبالتالي الفتق دوت هيتقفل عن طريق الارم والمريض ده اعراضه هتروح. ولكن المريض لو الفتق اكتر من 3 الارم مش هتفيده. لو ما عندوش فتق اصلا الارم مش هتفيده. لو ما عندوش ارتخاء الارم مش هتفيده. اذا الارم لا تصلح للناس دول. نعم. طيب احنا عايزين بقى بالراحه خالص نشرح خطوات العمليه. وخليني اقول لك لغايه دلوقتي فاهم ايه. انا عندي مريض عنده ارتجاع من الحمض من المعدة إلى المريء. نعم. وهذا الارتجاع في له ظروف معينة هي أنه عنده عضلة الفارق أو العضلة اللي قافلة ما بين المعدة والمريء فيها مرتخية. ارتخاء يعني مش بتقفل كويس. حلو. وفي فتق وهذا الفتق في حدود أقل من 3 سنتي. بالضبط. ده أو ده أو الاثنين مع بعض. بالظبط. ايه هي الارما؟ ايه الارما دي اسم اختصار مش كده؟ انتي ريفلكس ميكوزل ابليشن. اها. يعني اجراء لعد التحكم في الارتجاع. ببساطه هو الفيديو هيبقى شغال ولكن ببساطه ادي العضله اهي وهنا ده كله مفوت فانا محتاج ارجعه لصوابه كده. ده ما لهوش دواء. يعني ما فيش دواء هيقفل ده. ده لازم اجراء ميكانيكال يا اما اجراء جراحي ان اعمله عمليه او احنا بديل الجراحه دلوقتي اللي هو الارمه ان انا اقفل ده. طب انا هقفل ده ازاي؟ زي ما العمليه واضحه دلوقتي في الفيديو ان انا بدخل ببروب الارجون ده. في حاجه مهمه. في طريقتين للارمه عشان برضو الناس في العيادات بيسالونا. ممكن اعملها عن طريق حاجه اسمها سكينه التقشير او عن طريق بروب الارجون او غاز الارجون. الاثنين نفس النتائج. وعلى مدار السنين دي كلها كل الاوراق البحثيه اللي موجوده واي حد ممكن يقدر يعني لو بيعرف شويه انجلش يعني يبحث على نتائج الفروقات ما بينهم النتائج تقريبا واحده. فاحنا دلوقتي ايه الاسهل والاقل مضاعفات يعني نقولها كمان شويه هو استخدام ونتائجها هي فايه اللي خليني اصعب عليا وعلى المريض ما دام ممكن اخلي اجراء اسهل بنفس النتائج ان انا استخدم غاز الارجون. وده غاز بنستخدمه في حاجات كتير في في في, في مجال المناظير يعني. فانا بدخل بالبروب دوت وبكوي العضله من تحت من جوه زي ما بيقول فم المعده كده. فانا لما بكويها انا بعمل قرحه. يعني انا بكرييت ألسر. فالألسر دي بتاخد من 2-4 اسابيع عشان تلم. وهي لما بتلم فايبروزس او بنسيج ليفي فبالتالي بتروح قافله. فانا كده نجحت بدل ما الجراح يدخل ويقفلها جراحيا انا نجحت ان انا اقفلها بالمنظار. بس ده كده كاني بالظبط بكشكشها. ودي بسيط اي عيان يروح لو هو اتعور كده هيلاقي بعد 4-5 ايام ان هو الجرح بتاعه ابتدى يلم ويكشكش في الجلد. وده اللي احنا بنعمله بالظبط. احنا بنكوي عضله الفؤاد زي ما هو واضح قدامنا في كل اللي قدامنا دوت. دي العضله المكويه ده بعد العمليه طبعا. واضح جدا ان داير ما يدور العضله المكويه ازاي. كل دوت بعد اسبوع او اسبوعين بيبقى قرحه. كل دوت بعد شهر بيلم بالقرحه ويروح شادد كده. فلما بشد كده خلاص انا قفلت الفتق. بس ده باختصار. كان في الاول الناس كلها خايفه من نسب نجاحها واحنا بس الحمد لله نسب نجاحها وصلت ل 85%. وده رقم شايفه انه رقم رائع جدا طبعا. 85% يعني احنا بنتكلم على اجراء كمان مش يعني مش جراحي. غير جراحي ده هقول لحضرتك ببساطه يعني ايه 85%. يعني لو احنا عملنا 200 عيان في 30 عيان ما تحسنوش ولكن في 170 عيان تحسنوا. طبعا 30 عيان ما تحسنوش ده رقم ممكن ناس تقول ده كبير. واكيد دلوقتي مثلا الحلقه دي لما بعد كده عيانين يسمعوها اللي هم ما تحسنوش هيبقوا متضايقين مثلا احنا عملناها ما تحسناش. ايوه حضرتك ما تحسنتش بس في اضعاف تحسنوا. يعني لو انا عملت مثلا برضو 100 مريض 15 فشلت فيهم ولكن 85 نجحوا فانا قدرت افيد 85. طيب سؤال مهم قوي قبل ما نعدي النقطه ديت. في ناس بيقولوا طب هي بتفشل ليه؟ ايوه والاجابه واضحه ما نعرفش لا انا ولا العمل التكنيك يعني ما حدش فينا يعرف. احنا يعني في بعض طبعا احنا بنحاول
اولا بروبر سيلكشن للعيان، نختار عيان كويس جدا جدا جدا. الحاجه الثانيه ان احنا نكون يعني الحمد لله بقى الدكتور اللي بيعمل الاجراء عنده خبره كافيه ان هو يكون عمل الاجراء ده مرات ومرات ومرات وعيانين كتار جدا، وفي نفس الوقت في الاخر بيبقى نسبه النجاح دي بتاعه توفيق من عند ربنا يعني. بس هل في حاجه احنا نقدر نعملها عشان نقلل نسبه الفشل ونزود نسبه النجاح؟ الاجابه لا، ما انا لو انا اقدر اعملها ما اعملها يعني. انا اكيد مش هستخسر في المريض اللي هو وضع ثقته فيا ان انا اعمل له الاجراء ان انا امنعها عنه. بس في حد في مريض يقول لي طب اشمعنى انا يبقى حظي وحش؟ اقول له ما احنا لسه ده اجراء في العالم كله بقاله بالظبط كده 8 9 سنين، فاحنا يا دوبك بنعرف. في ورقه بحثيه موجوده في بعض البلدان بقوا بيعملوا ارمه كل سنه. يعني ايه مثلا؟ يعني العيان اتحسن السنه دي، جيب على بعد مرور سنه ابتدت الاعراض ترجع شويه، يروح اعمل له ارمه كمان. طب وده ايه اللي مساعده على كده؟ اجراء سهل ملوش المضاعفات هنقولها دلوقتي بس ما هياش كبيره قوي، ما هواش مكلف بالدرجه يعني، والمريض ما يجروش حاجه. ده مش ده الاتجاه في كل البلدان، ولكن احد البلاد كان فيها كده. فانا اقصد ان احنا نسبه النجاح ديت انا شايف انها كويسه جدا، ولكن لازم المريض يتقبل ان ممكن يكون في نسبه فشل. والصراحه المريض انا لازم ما بعملوش ارمه غير ما بقعد اشرح له وبقول له ان نسبه النجاح كذا ونسبه النجاح كذا. فهو مثلا فبقول له كمان حاجه جميله، الجراحه نفسها هل لها نسبه فشل؟ الاجابه ايوه. نسبه الجراح الامين هيقول ان عمليه ارتجاع المريء او فتح حجاب الحاجز نسبه نجاحها 80 ل 85%، نفس النسبه تقريبا. ولو قال له غير كده هيبقى هو بيخالف العلم، يعني ده اللي موجود في الكتب. فبقول له هي نسبه النجاح ده، بالعكس ده هو كمان انا بقول بالبلدي كده بيشق بطنك او بيفتح بطنك وبيخيط وفي الاخر. بس هو له حالاته طبعا. انا بتكلم ان بس يظل طبعا بس فيلم يعني، ويظل ليها نسبه نجاح ونسبه فشل. فبالتالي المريض اللي ما بيقبلش نسبه الفشل ما بعملوش الارم. يعني لو لقيت ان هو متردد او ان هو مش عايز يقبل ان يكون في 15% ريسك ما بعملهالوش. بس هو لازم يبقى فاهم كمان انه لو ترك نفسه عنده ارتجاع ما هو بيعرض نفسه للخطر. طبعا يعني بيعرض نفسه للخطر، بيعرض نفسه ان هو على طول بعدم ارتياح، وبقول له هي محاوله قويه جدا للتخلي عن الدواء. بس عايزين ناكد لمعلومه للناس مهمه قوي، انه الارتجاع عشان واحنا قبل ما نروح للمضاعفات له خطوره انه يغير من طبيعه نسيج المريء. الحته دي اشرحها لنا. حاضر. ارتجاع المريء زي ما قلنا ناتج عن وجود الحمض في غير مكان، فالحمض لما بيبقى موجود يطلع من جدار المعده يطلع فوق، هو بيئه مش بيئته، فبيعمل اعراض. مع مرور الايام والاسابيع والشهور والسنين يبدا يحصل تحور في الخلايا وما يسمى بمريء بارد. مريء بارد دي مرحله ما قبل الورم، ودي مرحله مهمه جدا لازم نشخص المريض ونعالجه كويس جدا، لان لو ترك نفسه كمان هيظل الالتهاب والتحور في الخلايا ده موجود، ويتحول بعد الشهر الى سرطان مريء. وطبعا احد اشهر اسباب سرطانات المريء هو ارتجاع المريء. طبعا ايه بقى المضاعفات؟ ايه الحاجات اللي تحيط بهذه القصة؟ تمام، نتكلم على هما ثلاث مضاعفات مهمين جدا. الالم ده اشهر حاجه، ودي حاجه بقت خلاص بين المريض بعد ما بيعمل ارمه بنديله ورقه التعليمات فيها الادويه وطريقه الاكل والمسكنات على مدار اول اسبوع و10 ايام، والامور خلاص تمشي كويس. في اثنين مضاعفات احنا الحمد لله ما شفتهمش الحمد لله في الحلقه في على مدار السنتين دول. انا برضه هتكلم عن حالات يونان، ما بتكلمش على مصر يعني. ان بعد الشهر يحصل ثقب في جدار المريء وقت العمليه، ودي نسبتها 0% الحمد لله. والحاجه الثانيه ان يحصل ضيق بعد عمليه الارمه، ودي برضه نسبتها 0%. ولكن انا عالجت الثلاث حالات بعد ناس تانية يعني في يعني مرضى اخرى، بس مش مرضى بتوعي، مرضى عملوا في اماكن تانية وجوا لي ثلاث حالات ضيق في المريء بعد عمليه الارمه مع زملاء اخرين يعني. بس قصدي هي موجوده كجنرال لكن مش موجوده في الحالات اللي احنا عملناها الحمد لله على مدار السنتين، بس اتعالجوا الحمد لله يعني بسهوله يعني. لكن المضاعفات تقريبا لو هنقول على السنتين دول في حالاتي الحمد لله مش موجوده. هل ترى انه مثلا ما زبطش الدخول؟ لا، دايما بنفسر لو حصل دي هو الزميل الفاضل دوت كوى اكتر من اللازم. نعم، لان هو كوى اكتر من المفروض، فبالتالي ضيق العضله قوي فمريض جاله دي. بس الحمد لله الثلاثه اتعالجوا كويس قوي الحمد لله، بقوا كويسين يعني خدوا جلسه توسيع كل واحد والامور بقت كويسه. حلو قوي. نسبة النجاح احنا قلنا كام؟ 85%. انا شايف انا بحرك النسبة انا شايفها مقبولة جدا. وبالظبط بالذات ان المريض ما انا بمنعك يعني بقول لك ان لو، وكمان في ميزة كبيرة كمان في الأرمة، ان لا قدر الله لو العملية ما نجحتش هو ما خسرش أي حاجة، هو يقدر يعمل عملية. يعني انا بفترض معاه أسوأ سيناريوهات، طب يا سيدي اعمل الإجراء، ولو لا قدر الله انت لم توفق انت لسه ليك الباب مفتوح انك تعمل العمليه. بس نسبه 15% بس، انت في نسبه 85% ممكن ما تحتاجش اي حاجه اصلا. بالظبط، هي دي كل الفكره. بس يعني احنا مش عارفين نوصل ل 100% لحد دلوقتي، وانا شايف ان نسبه 85% في اجراء لسه بيطلع للنور على في السنين اللي هم الاخرانيه دي، انا شايف ان دي حاجه من وجهه نظري البسيطه ان هي حاجه مقبوله جدا. حلو جدا. احنا عايزين برضو نلقي الضوء على، في ناس تفكر تقول لك طب ما ناخد الدواء على طول، امشي على طول على انتاسيد بقى ولا
بتتعلق حاجات اللي بص بص يا دكتور ايمن، مشكله الانتاسيدز او اللي هما البروتين بامب انهبيتور ان هما ادويه الحموضه بالظبط. في انا برضو عايز اوضح حاجه، حصل كتير اوراق بحثيه كتيره جدا بتشكك فيهم وتقول انهم على مدار سنين بيعملوا اورام ومشاكل. لا ده مش حقيقي، بس احنا كل مشكلتنا مع الادويه ديت التوليرنس، وان العيان وكمان الكومبلاينس، العيان بعد كده مع الوقت بيزهق منهم والعيان بيتخلى عنهم ويبقى على طول بيعاني ومش لاقي حل، ومثلا اللي بياخد قرصين مش عارفين يزود له الجرعه، فهو برده مش هينفع واحد عنده مثلا 20 او 25 سنه هقول له انت تقعد العمر كله العمر كله مش على دواء. اكيد ده مش مقبول يعني، اكيد يعني صعب جدا حد يمشي على دواء مرتين في اليوم طول عمره، يعني هي حاجه ما حدش هيقبلها يعني، هتبقى صعبه شويه يعني. اشرح لنا بقى، انا يعني عايزك تشرح لنا الفيديو الاخير ده والصور الاخير. حب. هنبدا بالفيديو الاخير عشان نفهم برده شويه حاجات كده قبل الصور. ده الفيديو ده عيان بعد الارمه. اها، احنا الفيديوهات اللي فاتت كلها واحنا بنتكلم كانت شغاله، كانت العضله واسعه جدا والناس هتبقى واخده بالها ان العضله ده عضله ده يعني ده منظر بعد ما احنا عملنا العمليه، الفتق قفل خلاص. يعني هو دوت المريض احنا انا ده كان بالظبط في الاسبوع الثالث، حتى انا جايبه عشان في بواقي قرحه موجوده لسه بتلم، ودي الفتق اللي المريض كان جاي بيه. انا فاكر المريض ده كويس جدا، كان الفتق بتاعه حوالي 2 سم وهو ما كانش مصدق ان هو يخف، وانا صور الفيديو ده وريته له، هو قاعد يلف بيه على كل قرايبه وقاعد يقول لهم انا خفيت. فعلا قاعد قال انا خفيت هو بيقول انا خفيت بمنظار معده، لان هو بالظبط يعني وقت الارم دلوقتي بقى حوالي بالظبط 40 دقيقه او اقل كمان، وهو ما حسش الحمد لله غير بشويه الم بسيط بعد العمليه. ووريته الفيديو قبل العمليه، ووريته الفيديو دوت وهو معايا احتفظ بيه، وانا جبته عشان ده واحد من المرضى اللي بعد العمليه ده بالظبط في الاسبوع الثالث، حتى ما استناش الرابع عشان كده هنلاقي لسه في باقي قرحه ما لمتش. يعني هي واضح يعني الفتق دوت اللي كان موجود من شويه مش موجود خالص الحمد لله. بعد كده هنوري بقى في 3 4 حالات اصلا، كل الفيديوهات دي كذا عيانين مختلفين الحمد لله كلهم. ده مثلا قبل وبعد، يعني الصوره اللي على الشمال دي بعد العمليه، والصوره على اليمين ده الفتق اللي قبل العمليه، وفي كذا صوره تاني كلهم يعني الفتق قبل والفتق بعد، الفتق قبل والفتق بعد عامل ازاي، احنا قد ايه كمان يعني دايما المرضى بحب اوريهم بعد العمليه ان بيحصل زي غلق جزئي. يعني بص حضرتك المنظر ده، يعني الصوره على اليمين ده الفت، الصوره على الشمال ده بعد عمليه ما خلصت ده بساعه تقريبا ابتدى يعني فطور ان هو بيبدا يلم. انا بوريه المريض وبديله الفيديو يبدا يتفرج وهو بيشوف اللي هو بيقول له هو ما بقاش فاهم قوي بس هو بيلاقي حته مفتوحه دقت، يعني هو بعينه كده يعني حته كانت مبهوقه كده ابتدت تلم، ولما بيتفرج على الفيديو يلاقي ان هو في بدايه العمليه العضله كانت عامله كده، وبعد كده على اخر عمليه بقت كلها مكويه بالمنظر دوت، ومتوقع ان ده كده هيلم ومتالم جدا وحاسس بالعمليه تحت ايده كده، ويتفرج على الفيديو وبعد كده اجيبه بعد شهر اوري له. فانا بوري له منظار قبل العمليه، وبوري له بعد ما اخرج من العمليه، واوري له الصور واقول له بص واجيبه بعد شهر بالظبط اقول له بقى اوري له الفيديو وهي قافله. هو بيبقى يعني بيبقى متقبل جدا ومبسوط، وحتى لو هو لم يحالفه ان يعني ان هو من الناس اللي هم من ضمن ال 15% دول، بيبقى متقبل جدا ان هو شايف بعينه المجهود اللي اتعمل وعلى ايده، لان هو شايف قبل وشاف العمليه يوميها وشاف بعد شهر. وغالبا في كل الناس الحمد لله الـ يعني الفشل برضو مش ان الفتق يرجع تاني خالص، يعني ممكن يبقى يعني يبقى البتاع قفلت ولكن ما زال المريض لسه بيعاني. وفي حاجه عايز اوضحها برضو، مش كل الفشل فشل. يعني ايه؟ يعني في مريضه خلاص عملنا عمليه تقريبا كمان 8 شهور هي بقت كويسه جدا الحمد لله، ووقفت الدواء مثلا بقى لها كلمتني ان هي قعدت اسبوع تاكل كل يوم رنجه وفسيخ كل يوم، وتقولي انا بقيت بتعب. فهو برضه هو مش منطقي، يعني هو انا اكيد مش هبقى ضد الطبيعه. حضرتك اكلتي اسبوع كامل حاجات هي للسليم بتتعبه. فهو مريض الارمه لما بيرجع طبيعي بيرجع زينا كلنا، ما احنا كلنا في ادويه في بعض الاكلات والحاجات اللي بنشربها بتتعبنا، الحاجات اللي فيها سبايسز كتير، الحاجات اللي فيها موالح كتير، اللي فيها زيوت. فانا بحاول فاهم المريض. لا، في مرضى بيقول لك لا انا عملت الارمه انا عايز اللي هو فاكر ان هو هيعمل. طبعا هو مش كل الفشل فشل الحمد لله، ولكن وفي بعض الناس برضو باختصار كده في يعني 5% من العيانين اللي فشلنا فيهم عملنا لهم جلسه ثانيه من الارم والحمد لله نجحت. يعني هم ايه يعني بعد ما فشلنا بعد 5% دول عملنا لهم جلسه كمان، تقبلنا نعمل جلسه كمان والجلسه الثانيه نجحت والحمد لله، يعني نضافوا ال 85% الحمد لله. من يرتدي البدله الزرقاء ويحكم عليه بالسجن، ومن يرتدي البدله الحمراء يعني مش هنقول هيحكم عليه اعدام بس اكيد ارتكب جرم، الاثنين اجرم، واحد يلبس ازرق واحد يلبس احمر، واحد يلبس احمر، مين ده ومين ده؟ في العيانين؟ مش شرط عيانين او اي حاجه،
تقال الحمراء دي مش عيان يعني. ممكن اضحك تتكلم على الميديكال فيلد؟ ممكن. نعم. اللي لبس البدله الزرقاء اللي عمل الارمة وهو لا يدرك ان هو يعملها ازاي، واللي عمل واللي لبس البدله الحمراء اللي عمل الارمة وما عملهاش. يعني هو قال لك انا بعمل ارمة وهو ما بيعملهاش. نعم. يبقى البدله الزرقاء اللي عمل وهو تكنيكالي مش قادر ولكنه ما تدربش كويس بالظبط، فده لا فيتسجن، بس ما خدش الليرنينج كيرف بالظبط، هو نوت افيشنت انف، ولكنه بس هو عنده النيه، كان نفسه ولكنه يعني. حاول، لكن البدله الحمراء ده نصاب اللي ما عملهاش وهم موجودين. يعني قال لك انا تعالى انا بعمل العمليه بالظبط كده، فتح الكابوت وقفله. انا بقول لحضرتك عمل الارمة وهو ما عملهاش. فاهم. انا فاهم. وهو ما عملهاش. زي ما بالظبط بيحصل، انت تودي العربيه لحد فيفتح البتاع ويقعد يلعب. انا بنصح كده بقى اي مريض، بالذات مرضى الارمه، لان الحمد لله يعني الحمد لله يعني السنتين دول كان جالنا مرضى كتير عملنا لهم ارمه، والنتائج دي يعني على الارض عمر ما اطلع اتكلم مع حضرتك على نتائج مش الناس مش موجودين. ولكن بقول للمريض دايما لما تعمل ارمه معايا او مع غيري اتفرج على الفيديو. ايوه انا عارف. واتفرج على الصور وبوريله اختراع الارمة او اللي في الكتاب زي ما بتقولوا كده، وبوريله عمليته. يعني احنا لينا شروط معينة ان هي تكون سي شيبد وشوية حاجات تكه كده، بخليه يقراها هو وبوريها له وبقول له بص اللي حصل انت شوف بالضبط. لكن لو ما شفتش تبقى انت غلطان. انت نورتنا وشرفتنا انت قابلت دعوتنا وتواجدت معنا النهارده، والباب طبعا الدعوه مفتوحه على طول لوجودك، ونستمتع بحوارك واللقاءات اللي جايه نتكلم بشكل تفصيلي عن الارمه، ونتكلم بشكل تفصيلي عن الارتجاع، لانه على فكره للاسف بيعامل في مصر معامله يعني الارتجاع الحقيقه، عشان المريض يروح يكشف عندك اساسا ويبدا يتخذ القرار بالكشف بتكون عدت وقت من اكتر الامراض اللي الناس طبعاً بتقعد مطنشه، وللاسف بيسبب لهم مشاكل وحرج اجتماعي كمان، لان طبعاً المريض اللي عنده ارتجاع غير الالم وغير ريحه الفم بتبقاش كويسه، التجشؤ بيبقى على طول باستمرار، الم باستمرار، غير الحته المخيفه الخطيره انه واحد من اسباب او البريسيبتيتنج فاكتور بريسبوزنج فاكتور كانسر اسوفيجاس، يعني سرطان المريء، واحده من العوامل التي تحدث سرطان المريء. الموضوع واضح بالنسبه لكم، الارمه بدات تفهموها، هتفهموا كمان عندما تكرروا وتفهموا الحوار اكتر واكتر. ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم اللامع في هذا المجال الأستاذ الدكتور يونان كبارة، استشاري المدرس لأمراض الكبد والجهاز الهضمي بكلية الطب قصر العين، عضو الجمعية الأمريكية والأوروبية للمناظير. نورتنا. شكرا جزيلا. أسعدتنا. شكرا جزيلا. وخطوة جميلة عزيزة من قيمة علمية كبيرة، شرحت بالتفصيل واحدة من أصعب المواضيع بشكل تفصيلي مهم جدا. نورتنا دكتور. شكرا دكتور عامر، ربنا يخلي حضرتك. خليكم دايما مع ناس الحلوة.